احنا كنا مشاركين في الاسبوع الماضي في اللي هو برنامج التاجر الصغير. نعم. فمر علينا احد الابناء من عندكم من الطلاب المشاركين معنا في النادي. كان عندنا في الجناح عسل. نعم. فلما مر سال عن العسل، هذا العسل، فقلت له ليش تسال العسل؟ قال ان امي تحب العسل وانا ودي اشتري لها من العسل هذا. اذا انتهى اذا بعت اللي عندي ابرجع لكم وبشتري من العسل عشان تعطي حديث لهم. جزاك الله خير، اذا خلصت انتهى البرنامج طفله وجاء. سالته قلت ها صار معك؟ قال والله ترى ما حصلت مبلغ يكفي اذا اشتري العسل. قلت تعال خذ هذا العسل واهده لامك وجزاك الله خير على برك وحرصك على والدتك وانك تتلمس يعني الاشياء اللي تحبها. يا نسمع التحيه يا شباب، نسمع التحيه. التحيه لهذا البطل ما شاء الله عليه. ولي ابو عبد الله شكرا لك يا ابو عبد الله على الرساله الجميله جدا صراحه منك. العجيب العجيب في نص دقيقه راح اطول. العجيب الاسبوع اللي بعده لما قابلت البطل هذا سالت قلت اعطيت امك العسل؟ قال لي انا اعطيت امي لكن امي راحت واعطته لجدتي اهدته لامها لان امها تحب العسل. يا الله سبحان الله ذريه بعضها من بعض ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا والله. موقف جميل والله، موقف جميل في هذا النادي من هذا البطل ومن امه ومن ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه الله يحفظه. ومنك الله انت انك ارسلت لنا هذه الرساله وانك اعلمتنا بهذا الموقف ما شاء الله. الله يجزاك بخير. شكرا شكرا ابو عبد الله. وش تقول؟